قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم عن ناحية اجتماعية هامة جدا رتبها دين الحق دين الإسلام في المجتمع الإسلامي وربطه ماديا ومعنويا، وعنوان الحلقة بر الوالدين وصلة الرحم. يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآيات. المجتمع الإسلامي أيها الإخوة ربطه الإسلام بروابط متعددة، أول هذه الروابط النسب، ومن النسب يتفرع تداخل الفرد بالجماعة، فهو من حيثيات عمود النسب يرتبط بأبيه وأمه ويرتبط بالمودة والمحبة مع أقارب الأبوين الإخوة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم يرتبط مع باقي المجتمع بروابط متعددة المصاهرة والصداقة وغيرها، ويجمع الروابط كلها العلاقة التي تربط الفرد المسلم بالفرد المسلم مع الله تبارك وتعالى، وهي علاقة الأخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، صدق عليه الصلاة والسلام. فهنا القرآن يبدأ بتوجيه الإنسان إلى أصله في المجتمع وهو الوالدان، بعد أن يذكره بأنه ليس عبدا للوالدين ولا لفرد من أفراد المجتمع، إنما هو عبد لله متحرر عن العبودية لغيره، فيقول سبحانه: وقضى ربك، أي حكم حكما قاطعا، ألا تعبدوا إلا إياه، لا تطيعوا ولا تقدسوا ولا تذلوا أنفسكم إلا لله تبارك وتعالى، وتحرر من العبودية لغيره. ثم ثنى بعد ذلك بوصية أخرى. إذن الوصية الأولى إفراد الله وحده بالعبادة، الوصية الثانية أمر من الله بالإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا، وكلمة الإحسان يدخل فيها كل أنواع الإحسان المادي والمعنوي، لأن الإحسان المعنوي أهم من الإحسان المادي وإن كان المادي هام. هنا يلفت الإسلام أو القرآن النظر إلى حالة يدخل فيها الأبوان، وهي حالة الكبر والشيخوخة، فيصبحان عاجزين عز ولدهما عندما كان صغيرا، فيوصي الأبناء بالوالدين فيقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أي الأب أو الأم، أو كلاهما الأب والأم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف كلمة تضجر، قد يحتاج الابن أن يزيل قاذورات الأب أو الأم لأنهما أصبحا مقطوعين عاجزين، وهما كانا في صغر
وقد كان الولد في صغره تنظفه أمه ولا تتأفف لذلك، فهو في كبره إن أحسن إلى والديه ولم يسئ إليهما ولو بكلمة أف فإنه مأجور عند الله، ويجد عاقبة الإحسان للوالدين في الدنيا وفي الآخرة، وليس في الآخرة فقط. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أصح في وجههم كلام شديد يزعجهما، وقل لهما قولا كريما، قولا لينا طيبا هادئا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل لهما، ألن جانبك إليهما، ليس ذلا في عبودية، لا، إنما هو ذل ناشئ عن خلق الرحمة. جناح الذل من الرحمة، أي رحمة بهما واحتراما لهما، فتسهر على راحتهما وتصبر على مصائبهما إن كان قد أصابهما سوء أو مرض أو كذا، حتى تقدم لهما الخدمة المحتاجين إليها، فتتواضع لذلك ولا تتكبر عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لقد حملتنا أمهاتنا في بطونها 9 أشهر، ولو أنك حملت بيدك 1 كيلوغرام ليس يوم أو يومين أو شهر، 9 أشهر لا تعبت يدك واحتجت أنت، والأم حملت طفلها 9 أشهر ثم وضعته كرها على كره، والوالد أيضا يشتري ويتعب ويذهب ويؤمنان حاجتك أيها المولود، فأنت عندما يحتاجان إليك لا ينبغي أن يكون موقفك موقف منكر لهذا الفضل لهما، بل تقدم لهما أيضا الدعم المعنوي والإرضاء المعنوي بأن تدعو الله لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما قاما بتربيتي وأنا صغير، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابين الرجاعين، الرجاعين إلى الله، ومن الرجوع إلى الله الإحسان للوالدين والإقبال عليهما بما يحتاجان إليه ماديا ومعنويا. ثم يقول سبحانه وتعالى منتقل من الوالدين إلى القرابة التي تنتج عن الوالدين، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد العم وأولاد الخال إلى آخره، كل هؤلاء ذوي قرابة لهم حقوق في الإسلام، لأن المجتمع الإسلامي مترابط في المودة والمحبة ماديا ومعنويا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الآية تتكلم عن الحق المادي، والمعنوي كما قلنا هو أهم، فصلة الرحم إن كان لا يستطيع الإنسان ماديا أن يقدم لقرابته شيء لأنه هو محتاج، يمكن أن يقدم الكلمة الطيبة كما سيأتي معنا في الآية. وآت ذا القربى حقه في الإحسان والبر والمسكين أي الفقير الذي أسكنته الحاجة والفقر، وابن السبيل أي المسافر المنقطع في السفر. ولا تبذر تبذيرا، لا تبدد المال بدون فائدة أو في المعاصي والمحرم. ولذلك قال بعض العلماء التبذير إنفاق المال في المحرمات، والإسراف إنفاق المال زيادة عن الحد في الأمور التي تحل، حتى لو كان الأمر حلال فلا ينبغي أن تسرف، لذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تضيعوا المال بدون فائدة. وأما إنفاقه في الحرام فهو التبذير، ولذلك قال الله تعالى هنا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أشباه الشياطين في الشر، وكان الشيطان لربه كفورا، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تعرض عن عطاء قرابتك أو أولي رحمك، لا تستطيع أن تعطيهم ماديا لأنه لا يوجد عندك مادة الآن تعطيهم وتنفق عليهم، فماذا تقول؟ هل تتحدث بكلام فظ غليظ؟ لا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة أي فضل من الله عسى أن يرزقك بعد ذلك ترجوها من الله، فقل لهم قولا ميسورا، أي قل لهم إن شاء الله إن رزقني الله أتقدم إليكم بما تحتاجون، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أن أساعدكم بما تحتاجون، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هنا يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الخط
الإسلام في الإنفاق. فالإنفاق يكون بتوسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، الغل الذي يربط اليد إلى العنق فكأنها لا تفتح ولا تنفق بالمال من المال أبدا، ولا تبسطها كل البسط تفتحها حتى يخرج من يدك كل شيء فتقعد ملوما محسورا، أي إذا بخلت فإنك تبخل على نفسك وتتضرر وتبخل في المجتمع فيذمك الناس، وأيضا لا تبسط يدك كل البسط فتنفق كل ما عندك فيلومك الناس أيضا وتبقى محسورة. والحسير المنقطع، يعني تنقطع عن قضاء مصالحك لأنك أنفقت كل مالك بدون فائدة. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه عندما يعطي الناس مالا كثيرا أو قليلا فله حكمة في ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن من عبادي لمن إذا أعطيته الكثير، ولياذ بالله تعالى، خرج عن الحق وبطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ومن عبادي من إذا قدرت عليه أضررت بحاله. فالرب سبحانه وتعالى حكيم، يعلم كيف يبتلي ويختبر عباده بالنعمة أو بتقليل النعمة. فيقول سبحانه وتعالى هنا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يعني يعطي الكثير، ويقدر يعني يقلل، ابتلاء واختبارا. فيبتلي هذا بكثرة المال ويبتلي هذا بقلة المال، فينظر أحدنا ماذا يتصرف هذا وكيف يتصرف الآخر، هل يستقيم على أمر الله ويصبر ويبتغي طلب المال أو إنفاق المال ممن كثر الله عليه المال بالطريق الصحيح الذي رسمه الله. فكل ذلك مسجل على الإنسان، إنه أي إن الله تبارك وتعالى كان بعباده خبيرا بصيرا، يعرف حاجاتهم ويعرف أوضاعهم، وهو يبتليهم وله حكمة في ذلك ليعطي الأجر الجزيل لمن استقام على الحق والخير ونجح في الابتلاء. وهنا بمناسبة بر الوالدين وبمناسبة الحديث عن الوالدين وعن المجتمع، أود أن ألفت النظر إلى سؤال أتاني من جهات متعددة البارحة واليوم، يسألون فيه عن طفل قتله بعض الأشخاص، يقال له محمد قطاع سلمو أو ما أشبه ذلك، لا يهمنا الاسم. فيسألون أنه جاء بعض الناس فقتلوا هذا الطفل، والأقوال متضاربة، أهله يقولون عمره 14 سنة، وسيلة إعلام تقول عمره 15 سنة، وسيلة إعلام تقول عمره 16 سنة، وسيلة إعلام تقول جاء أخذوه في سيارة ثم عادوه فقتلوه أمام والديه، ووسيلة إعلام أخرى. المهم الأفكار والأقوال متضاربة، وتضارب الأقوال يدل على أن الخبر ليس مثبتا بشكل جيد، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية، لو أن أحدا قام بهذا الفعل فعلا هل يمكن أن يكون من المسلمين؟ لا، إلا إذا كان من المسلمين الجهلة الذين لا يفهمون من الإسلام شيئا، كما يفهم أحد الحكام من 30 سنة سمعناه يقول كتاب الله وسنة رسول الله، وهو لا يفهم شيئا من كتاب الله ولا سنة رسول الله، قال هو بيطبق الإسلام. فبعض الناس الجهلة إذا طبقوا الإسلام وهم لا يفهمون الإسلام. الإسلام خير في كل جوانبه، القرآن جاء بجميع الأنظمة التي تضبط الحقوق والواجبات في المجتمع، حتى الحقوق المعنوية والواجبات المعنوية في الجماعة تضبطها. فهؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة، إن صحت هذه الفعلة ولم تكن مرتبة ومجهزة إعلاميا، لأننا تعودنا من إعلامنا في سوريا الكذب ونشر الأكاذيب ثم تنقل عنه وسائل الإعلام أشياء أخرى، وتعلمنا أيضا من الهيئات الإنسانية التي تدعي أنها إنسانية تجسم خبرا معينا عن الجيش الحر أنه قتل واحدا من الناس الذين قتلوا الأعداد الكثيرة وغدروا بالأشخاص العزل، عندما تقتله لو فرضنا هذا صح وأنها قتلته تجسم هذا الخبر وكأنه ضاعت إنسانية. والنظام يقتل يوميا العشرات من المدنيين ويكتفوا بكلمة واحدة أنه يعني قد يثبت أنهم ارتكبوا جرائم حرب، ممكن يكون ارتكبوا جرائم حرب، كل هذا لسه ممكن؟
ما نراه بأعيننا، ما جعل الناس ينفرون شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يهربون من هؤلاء الطغاة المجرمين الذين لم يمر في تاريخ البشرية مثل إجرامهم، كل هذا ممكن أن يكون لهم جرائم حرب. واحد آخر من الحكام في المجتمعات الإسلامية عندما يصدر حكم ولو كان هذا الحكم منضبط وكذا، يا لطيف يا غيرة الدين هيئة كرامة الإنسان، هذا يضرب فلان من الجنات 80 جلدة لأنه فعل كذا، كيف يجلد الإنسان؟ كيف يجلد الإنسان؟ لا يجلد الإنسان، يدخل على أقوية التعذيب، هذا شهدناه، فيضرب حتى الموت، يشتهي الموت ثم يأتون ليبقونه على الحياة ليعيدوا تعذيبه حتى يموت فيلقوه. هذه الجرائم التي تحدث تذكر عرضا، وأشياء أخرى تجسم. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هناك هيئات معينة تخطط وترتب لتوجه الناس للتنفير من الإسلام. هذا العمل الذي حصل، إن صح أنه حصل وجاءت مجموعة وقتلت طفلا أمام والديه، إن صح أنه حصل ليس عمل مسلمين أبدا، قد يكون عمل جهلة أو لصوص تدخلوا في المسلمين أو اندسوا بينهم ويزعمون أنهم سيطبقون الإسلام، هذا ليس بالإسلام. هؤلاء الذين فعلوا ذلك إن صح أنهم فعلوا ذلك يجب في حقهم القصاص، القتل، لأنه قتله، وتقطع أيديهم وأرجلهم إن فعلوا ذلك وكان الطفل صغيرا، لأن الطفل دون البلوغ ووضعه وحكمه في الإسلام غير هذا. فانتبهوا أيها الإخوة، إن هناك جهة في النظام أو النظام نفسه هو نظام إرهابي، كل المشاكل التي تحصل ويؤيده العالم عليها إنما هو إرهاب للشعب السوري حتى يخضع لهؤلاء الطغاة، وكل ما يريده الشعب السوري أن يتخلص ويتحرر من هؤلاء الطغاة الفراعنة. فمن الإرهابي؟ الإسلام يجبر الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين. الإسلام يجبر الناس أن يعملوا كذا ويعملوا كذا؟ لا. الإسلام يمنع الناس أن يشربوا الخمر؟ يشرب الخمر في بيته حتى يفطس. أما أن يخرج فيفسد في الأرض وينشر الفساد في الأرض، هذا ما يحده الإسلام ويمنعه. أما أن يتصرف تصرفات خاصة فيه يصطفي، ذنبه على جنبه، يظلم أول ما يظلم نفسه، ولكن لا يسمح الإسلام بأن يظلم المجتمع، ويحاسب من يظلم المجتمع أو من يخرج عن نظام المجتمع للإضرار بالمجتمع حسابا دقيقا رفيقا. فكل حكم وكل وضع له حكم خاص في الإسلام، وكل أحكام الشريعة من أولها إلى آخرها كنظام عقوبات وحقوق مدنية وحقوق دولية كلها تحقق الأهداف الخمسة التي تسميها علماء الفقه الضروريات: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال. هذه الأشياء الخمسة لا كيان للإنسان فيها إذا لم تتحقق في المجتمع، ولا تتحقق إلا بأحكام الله التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيحاول أعداء الباطل أن يخوفوا الناس من الإسلام، ويخوفونك بالذين من دونه، أن يخوف الناس من الإسلام ويظهر الإسلام أنه يقتل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. لا، ليس الإسلام الذي يقتل، هؤلاء المجرمون هم الذين عودونا أن يمسكوا بالشاب مار في الطريق، تعال هنا، يطلقوا الرصاص عليه. وخاصة أيضا من يقوم بهذه الجرائم أمام الأبوين، بمناسبة أنا سألت هذا السؤال بمناسبة حديثي عن الأبوين، هذا لا يفعله إلا مجرمون أنظمة المتسلطة. في مصر حصل، والمصريون يسمعون إذا كان يسمع منهم بعض منهم كلامي، حصل وسمعت بأذني من أشخاص درسوا معنا في زمن الوحدة، أنهم يأتون بالرجل الأب فيدخلونه بيته ويفعلون المنكر والفاحشة في ابنته وزوجته أمام عينيه وهو مكبل بالحديد. الذي يفعل هذا هؤلاء الإرهابيون المجرمون، النظم الظالمة التي يقوم بعض الناس بأن ينصروها ويعملوا ثورة مضادة. نحن الثورة المضادة موجودة مع هذه الدماء التي تسيل، فلا تأبهوا لها أيها الناس، واعلموا أن هذا الفعل لا يمكن أن يحصل من مسلم أو من يفهم الإسلام.
إما من جاهل عدو للإسلام والجهل عدو، وإما من عدو للإسلام من النظام، اعتدنا أن نجد من الأنظمة الجائرة المتسلطة مثل هذه التصرفات. فلذلك الوجه الصحيح أن يخرج الأبوين إن كان الأمر صحيحا، ويقدموا طلب للمحكمة العادلة فتحقق في الموضوع، وإذا استطاعت أن تصل إلى حقيقة في تحقيقاتها وتقبض على الجنات ويقام فيه حكم الله، ويكونون عبرة لمن يعتبر حتى لا يعتدي إنسان على إنسان، إن كان صغيرا للرابعة عشر من عمره، وإن كان امرأة، وإن كان طفل، وإن كان مسنا وشيخا كبيرا. لقد قتل النظام الشيوخ والأطفال والنساء، بل ذبح بعضهم ذبحا بالسكاكين، خصوصا من حزب الشيطان الذين كشفوا أنفسهم. والله يا إخواني لو خطبنا الخطب العصماء عشرات السنين ما صدق بعض الناس أن هؤلاء حزب الشيطان، وهم يتصورونه كما تقدمهم وسائل الإعلام أنهم ينصرون الفلسطينيين. أي فلسطينيين؟ إنهم ينصرون النظام عندنا، الذي رأس النظام في العام في سنة 80 سلم الجولان وسلم القنيطرة لليهود. أي مساعدة للمقاومة؟ هؤلاء عملاء يهود، وانكشفوا الآن تمثيليات في فلسطين سواها حزب الله، والآن ما في تمثيليات، الآن حقيقة، يذبح بعض نسائنا وشبابنا وأطفالنا ذبحا أو بإلقاء القنابل على العزل. هل هذا نصرة للمقاومة أم نصرة للطاغوت؟ أين الشيعة في العراق التي كانت تتحدث عن الطاغوت وعن وعن وعن؟ أين هي؟ من هو الطاغوت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. من هو الظالم؟ اللهم يا حي يا قيوم دمر الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدمر الظلمة المعتدين الذين يعتدون على أهل السنة وعلى المسلمين في سوريا وفي غير سوريا. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.